متأسفين، غلطنا في حقك كتير، متأسفين، غلطنا في حقك كتير، متأسفين، غلطنا في حقك كتير، متأسفين، غلطنا في حقك تايبين راجعين طالبين وجهك، تايبين راجعين طالبين وجهك، ارحمنا يا الله. داود عمل خطيه وحشه قوي وعملها في حق حد، بس عارفين راح لربنا وقال له ايه؟ قولوا معايا الايه دي: اليك وحدك اخطات، اليك وحدك. لما بتزعق في بابا او ماما او بتعمل حاجات وحشه في المدرسه، انت بتغلط في حق ربنا، صح؟ أنا نفسي أي حد عايز يقول سوري أو آسف للرب يقف ويرفع إيده كده، بس الناس اللي عايزة تقول آسف، بس الناس اللي عايزة تقول آسف، أوعى تعمل كده عشان الناس بتقف، لكن أقف اعتذر لربنا بجد. متأسفين، غلطنا في حقك كتير، متأسفين يا رب، we are sorry، غلطنا في حقك كتير، متأسفين، غلطنا في حقك كتير، متأسفين يا رب، غلطنا في حقك كتير، تايبين تايبين راجعين قلبي وجهك، رجعين قلبي وجهك، ارحمنا يا الله، 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 ارحمنا يا عارفين يا أولاد؟ لو اتأسفنا لربنا بجد ورجعنا له بجد وقلنا له ارحمنا، عارفين اللي هيحصل؟ لو في مشاكل في بيتنا تخلص، لو في ناس عيانة في بيتنا تخف. حد يعرف ناس مريضة في عيلته؟ لو تبنا ورجعنا ربنا المرض يمشي. لو بابا معهوش فلوس، لو تبنا ورجعنا ربنا ربنا يباركنا، مش كده؟ عايزين نقول تاني ارحمنا يا الله، هنصرخها مع بعض، يلا نقول مع بعض: ارحمنا يا الله، 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 ارحمنا يا يلا نقول تاني مع بعض: متأسفين، غلطنا في حقك كتير، متأسفين، غلطنا في حقك كتير، متأسفين، ياما بنعمل حاجات وحشة، غلطنا في حقك كتير، متأسفين يا رب، سامحنا، تايبين بنرجع لك، تايبين نمشي وراك، راجعين
قلبي وجهك تيبين رجعي قلبي وجهك ارحمنا ارحمنا يا الله 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 ارحمنا يا الله.